دونك خاوتنا في المروكو بما انهم تعلموا من بني اسرائيل المراوغه، قال لك لا هذا قنصل ماهوش سفير، احنا التحدي درناه من اجل اسم سفير. إيبا نحاول نفهم كاين مفهوم تاريخي، الا وهو انه السفير المعاصر بمفهوم السفاره في الماضي كانت اسمها القنصليه، ما كانش سفير في الماضي، كان اسمه القنصل. حتى في المروكو ولا حتى في العالم كامل السفير اسمه قنصل. لكن انا لاني التحدي مانيش راح نديرو، مانيش نتمسخر كي نرفع التحدي بالجواب، انا راح نجيب له السفير باسمه السفير، ولو انه هذا نادر في كتب التاريخ انك تلقى السفير يسمى سفير، لانه كانوا يقولوا القنصل. حتى نعرفوا الدي حسين اللي ضرب بالمروحه تاعو باش ضرب القنصل الفرنسي، ما ضربش السفير الفرنسي، ضرب القنصل. وعلاه؟ لانهم كانوا كامل المفهوم تاع السفاره الحاليه كان في الوقت هذاك اسمه القنصل. تلقى القنصل الالماني في فرنسا والقنصل الفرنسي في المانيا، ما تلقاش السفير. لكن انا بما انه هو طلب السفير ويتوقع انه الجزائريين راحين يجيبوا له القناصل، من بعد هو يقول لك لا هذا قنصل ما نمدش المليون دولار، يبقى راح نجيب لك السفير باسمه السفير الجزائري، ونزيد نجيب لك السفير الفرنسي والسفير الانجليزي في الجزائر بكلمه السفير لومباساد كما طلبت، غير وجه المليون دولار، وروح قسموا على خوتنا في المروك. خرجوا علينا بالغلاء حي، بقينا شي قادرين نسيطروا على راسنا، بقينا شي قادرين ناكلوا اللقمه في دقنا ولا ولادنا. حنا رجعنا جياع، حنا رجعنا جياع عباد الله، ضد الظلم، الزيت، السكر، اتاي، المواد الغذائيه كامله. احنا هذا مخزن كله.